بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسها لم أنسغا لم أنسغا لم أنسغا تشكو إليه شجونها فاطمة لأبيها. لم أنسغا تشكو إلي شجونها وأمض شكوى المار للأحباب وأمض شكوى المار للأحباب. لم أنسغا تشكو إلي شجونها وأمض شكوى المار للأحباب. كسروا ضلوعي أنبتوا المسمار في صدري، كسروا ضلوعي أنبتوا المسمار في صدري، وشقوا بعد ذاك كتابي، وشقوا بعد ذاك كتابي. من مسعف بالنوح قلب المرتضى، مذ جرد الزغراء عن الأثواب. من مسعف بالنوح قلب المرتضى، إذ جرد الزغراء عن الأثواب، ماذا رأى في جنبها، ماذا رأى في جنبها، فنحيب بتتابع والدمع في تسكابي، والدمع في تسكابي. ألفا على المصباح بعض ضلوعها مكسورة، ألفا على المصباح بعض ضلوعها مكسورة، من عصرها بالباب، من عصرها بالباب، من عصرها بالباب. يا ليته ألفا حسينا عاريا، يا ليته علي، يا ليته ألفا، يا حسينا عاريا، والله عاريا، داست قراه صوافن النصاب. قراه يعني ضلوعه، صوافن الخيول. يا ليته ألفى حسينا عاريا، داست قراه صوافن النصاب، وعلى القنا يتلو الكتاب كريمه، ويصون نسوته على الأقتاب، ويصون نسوته على الأقتاب، الأقتاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني،
أريد أخذ مساحة للبحث حتى أكمله الليلة والليلة الآتية حتى نغلق باب هذا البحث، ولهذا أستغل الوقت لإيصال معلومات أكثر، وحصة الرثاء جيدا نخليها بآخر المجلس إن شاء الله تعالى. اللي وصلنا له في الليالي الماضية أو في الليلة الماضية هو الآتي: أكملنا مرحلة المعرفة وانتهينا منها، وإن كان أكو بعد كلام فيها كثير صدقوني، يعني نفس موضوع وسائل المعرفة ما تعرضنا له، هذا له وقت آخر. وانتقلنا ليلة البارحة إلى مرحلة العبادة، من بعد المعرفة شنو؟ عبادة. وقلنا العبادة على ثلاثة أقسام، وليلة البارحة تكلمنا في هذا الموضوع وانتهينا منه في الواقع. جيد، الليلة أريد أنتقل إلى موضوع آخر في العبادة حتى إذا أكملته في الواقع أنتقل إلى اليقين، باعتبار من خلال العبادة يحصل الإنسان على اليقين، معرفة عبادة يقين. واعبد ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية تقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها، فمن خلال العبادة يقين. دعونا نكمل الكلام في العبادة لننتقل إلى اليقين وأقسام اليقين قرآنيا وما يترتب على ذلك حتى نصل للكمال والزهراء ونغلق باب البحث. انتهينا من أقسام العبادة، دعونا ننتقل إلى مراحل العبادة في هذه الليلة. إخواني، لقيت في القرآن الكريم أكو مراحل في السير إلى الله جل وعلا، وهاي المراحل نقدر نعبر عنها مراحل تصاعدية في السير إلى الله. أرجوكم التفتوا، مراحل شنو؟ سلم هرمي تصاعدي إذا جاز التعبير. الإنسان لما يكمل درجة ينتقل إلى الدرجة الثانية، يكمل الثانية لينتقل إلى الثالثة. وأنا قلت هذا كله راجع علما لدرجات المعرفة في الواقع، ولهذا المعرفة هي الأساس. جيد، أما مراحل أو مراحل العبادة في الواقع، مراحل السير إلى الله جل وعلا، إخوة الكرام، أحبة الكرام، في القرآن الكريم لقيت أكو مراحل عجيبة عجيبة. هاي المراحل شوية خلنا نلتفت لها جزاكم الله خير، تفيدنا واقعا. لقيت أول مرحلة من مراحل السير إلى الله في القرآن الكريم ونحن في بحث العبادة أو في مرتبة العبادة اللي هي الثانية بعد المعرفة، أنه الإنسان يعجل إلى الله. التفتوا، الإنسان شنو؟ يعجل. ماكو بطء في القرآن إلى الله، بطء ماكو. يعني يظهر ثقافة القرآن الكريم تقول الدنيا ما تتحمل بطء وتأخير. تتحمل يوم ما تتحمل، مشكلة الدنيا ما تتحمل بطء وتأخير، تريد شنو؟ عجلة، عجلة. ولهذا هسه من باب الشيء بالشيء يذكر بسرعة أقولها وما يأخذني الكلام بيها ووقت يروح، أنه مثلا البعض أم تقول لبتها، مثلا أم تقول لبتها، بتها حجابها مو زين كذا، يابا حجي بيها، وصلت الوقت الشرعي للحجاب، يعني تقول بعد هي ما شافت شيء بدنياها، خل تكبار، خل تتونس، خلي كذا، والله كريم. الدنيا لو بيها وقت لذلك لقلنا لهم ما يخالف، ماكو مانع، بس مشكلة الدنيا شنو؟ ما تتحمل، لأن الإنسان مضى من حياته 80 سنة، وحتى 80 سنة هي شنو يعني طويلة؟ 80 سنة مو طويلة، وما معلوم يعمر، لعله يموت وهو شباب. ولهذا القرآن يدعو للعجلة إلى الله، هاي أول مرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان موسى: وعجلت، جزاكم الله خير، وعجلت إليك ربي لترضى. يظهر رضا الله جل وعلا بالبطء والعجلة، عجلة إلى الله ما تتحمل تأخير. وعجلت إليك ربي لترضى. ولهذا مثلا مطلوب صلاة، مطلوب صيام، علي ما أدري إيش إلى آخره، هذا كله يكون شنو؟ يستعجل عليه، لا يأخره، لا يأجله، مسألة ما تتحمل تأجيل وتأخير، استعجل استعجل. طبعا هو هذا اللي يقولوا أهل البيت بالروايات الشريفة، ما أدري الإخوة متفتين في الروايات، أنه المؤمن اللي يغتنم شنو؟ 5 قبل 5، هو هذا اغتنم يعني شنو؟ استعجل. أنه الإنسان
يغتنم شبابه قبل هرمه في الرواية الشريفة. الإنسان يغتنم صحته قبل سقمه في الرواية الشريفة. استعجل يا أخي ما دام صاحي. بعد الإنسان يغتنم غناه قبل فقره. ما معلوم يبقى غني، ضربة واحدة تأخذ الأول والتالي منه، وهو مطلوب إلى آخره، ومطلوب حق شرعي، وكل شيء ما مؤدي بالنتيجة، بعد ما يقدر يسوي شيء. ضعف الطالب والمطلوب كما. ولهذا اغتنم، أهل البيت يقولون اغتنم خمسا قبل خمس، هاي معناها وعجلت إليك ربي لترضى كما يقول موسى، عجلت. وهاي يعني نصيحة قرآنية مو من عندي حتى، ونصيحة قرآنية شبابنا المفروض يستفيدون منها، البنات المفروض يستفيد منها، يعني بالنتيجة هاي قرآنية نصيحة إلهية، أنه المسألة عجلة 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 عجلة، عجلة. ماكو تأخير. هسه احنا عدنا هذا الشيء ما عدنا، بعد كل إنسان أعرف بنفسه، صحيح ولا؟ أنا أعرف بنفسي وأنتو شنو؟ كل واحد أعرف بنفسه أنه عنده عجلة إلى الله ولا ما عنده عجلة إلى الله. هاي أول مرحلة. طبعا إخواني قبل لا أنتقل المرحلة الثانية، لقيت في القرآن أكو مرحلة ثانية، بس قبل لا أنتقل المرحلة الثانية، لقيت في القرآن أكو عجلة إلى الله، أكو عجلة نحو إبليس. أكو بعض الناس بدل ما يعجلون إلى الله يعجلون لمن؟ هاي وين بالقرآن؟ أجيب لكم مصداقها. موسى ذهب إلى ميقات ربه، بالبداية كان كم ليلة؟ 30 مو؟ بعدين الله أتمها بعشر، إيش قد صارت؟ 40 ليلة تم ميقات ربك، مو هكذا؟ 40 ليلة. جيد، موسى بعد 40 ليلة رجع إلى بني إسرائيل اللي 3/4 عمره قضاء معاجز وكرامات، ويجيبهم للطريق ومحافظ عليهم وكاتل روحه وميت عليهم موسى حتى يجيبهم للطريق، وإذا ب40 ليلة رجع إليهم فوجدهم ماذا؟ يعبدون العجل. هاي مثل النبي، لا، ويقول لك ماكو، شلون تقولون الصحابة من بعد النبي انقلبوا؟ شلون يصير؟ شلون يصير؟ شلون يصير؟ ما صار مع موسى بنو إسرائيل صحابة يا مو صحابة؟ صحابة عافوا 40 ليلة شنو؟ عبدوا العجل. ليش ما يصير؟ ما هذا قرآن بعد، ليش ما يصير؟ صار. وهسه بني إسرائيل 40 ليلة، احنا ربعنا ليلة واحدة، ليلة واحدة ربعنا، ما يحتاج 40 ليلة، واحدة. أفإن مات أو قتل انقلبتم، ليلة واحدة ما يحتاج 40 ليلة، واحدة. ثاني يوم حرقوا بيت بته. وما أدري أنا بمجلس الطليعة بالحلة بينت أنا، الإخوة إذا تابعوا المجلس ما تابعوه، أنه آية طالوت، آية ملحمية، آية طالوت، إن الله اصطفاه عليكم، أنا نبي، الله اصطفى إمام عليكم، الإمامة بالنص، وزاده بسطة في العلم والجسم. شو قالوا له؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شنو خال إمام منك لو من الله؟ قالوا من الله. قالوا له ما نريد من الله، احنا نسوي إمام، ما يحتاج تخلينا إمام. يعني أصحاب اعترضوا يا ما اعترضوا؟ شاش معنى من نقول احنا على النبي اعترضوا؟ يقولون شلون يصير؟ ما صار في القرآن، صار ويا كل الأنبياء صار، ليش ويا نبينا ما يصير؟ مو ليش يصير، والسؤال بالعكس. مو هاي تجارب أنا ما أدري، الله لما ذكرها في القرآن ذكرها نتسلى بها لو نستفيد منها. ها خو إذا نستفيد هذا القرآن يقول كل نبي كان يخلي وصي، الأمة تقوم ضد الوصي. خو إيش معنى بس النبي ما يصير؟ وموش معنى صار، إيش معنى ما يصير؟ السؤال الصحيح من بعد هاي التجارب القرآنية اللي ذكرها القرآن الكريم. شمعون وصي عيسى وقفوا ياله ضده، ها؟ وقفوا ضده وهو وصي إمام، كلهم صاروا ضده. هنكون واقعيين، وهاي نصيحة قدمها المسلمين. أيها المسلمون، ثقافة كتاب ربكم فهموها، يظهرت القرآن بس حفظ، ماكو فهم، بس تحفظون لكن فهم ماكو، هذه طامة كبرى. هذا يأخذ وقتي. هسه قلنا أكو عجلة إلى الله، هذا الموضوع إذا أدخل بيه بعد ما أطلع منه أدرب روحي، هنتركه. قلنا أكو عجلة إلى الله في القرآن، وأكو عجلة لمن؟ للشيطان. موسى رجع
لقاهم يعبدون عيش. مولانا غضب موسى غضب لله طبعا، ألقى الألواح، الألواح توراة، يعني شلون القرآن الكريم توراة، ألقاها في الأرض، أخذ برأس أخيه، أخوه نبي هارون، قام يجر أخوه من رأسه. أخوه يقول له بابا أنا شنو ذنبي ابن أم؟ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إيش أقدر أسوي لهم أنا؟ أنزل معجزة؟ وهاي لما الإمام علي سحبوه بمسجد النبي قال ابن أم باوع القبر النبي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لولا الزهراء. الجماعة هم عبدوا عجل، بس أكو عجل بشري أكو عجل حيواني ما أعرف هسه. المهم المهم وإلا ما عبدوا عجل الجماعة، وسامري أكو موجود كان، وعجل أكو كان، وكل شيء أكو. كلامي مو هذا، موسى ايش قال لهم؟ قال أعجلتم أمر ربكم؟ عجل شبيكم؟ هاي هنا أنا عجلة لله لو للشيطان عجلة بني إسرائيل؟ للشيطان، للشيطان. 40 ليلة ما تحملوا راحوا للشيطان. إذن أكو عجلة لله، أكو عجلة لمن؟ للشيطان. زين العبادة بس هاي المرحلة؟ لا، لقيت في القرآن أكو مرحلة أعلى من هاي المرحلة في العبادة، وهي مرحلة المسارعة. مرحلة بسم الله الرحمن الرحيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا أنا بعد مو عجلوا، هاي مرحلة ثانية أعلى. هنا أنا مو عجلوا وإنما شنو؟ سارعوا. الله أكبر. يظهر حتى العجلة بعض الأحيان شنو؟ ما تكفي. إنسان يكون يسارع إلى الله، يسارع. هسه أنا يعني مرات أخاف من نحكي هذا الحكي، أقول خاف بعض الناس يقولون هذا الشيخ قاعد يحكي مثاليات، مثاليات. هاي أمتنا الإسلامية لما تشوف واقعها يا مسارعة إلى الله يا عجلة يا دنيا، واقع مزري لعب الروح. وين هذا الحكي؟ وين الأمة؟ وين القرآن؟ وين موتشي؟ هسه أنا موثق بعض الآيات، خلوني أقرأ لكم إياها في هذا المجال حتى أكون دقيق في تلاوة الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قريناها. لقيت في القرآن ويسارعون في الخيرات، ويسارعون خيرات، خدمة الناس. شنو عبادة الله؟ صلاة وصوم وخدمة الناس وبناء مدرسة وبناء مسجد وبناء حسينية وبناء مستشفى وما أعرف دار أيتام، دار ما أعرف عجزة، ما شو جيب بالك؟ هاي كلها عبادة ومو عبادة. إذا كانت النية لله فهو شنو؟ عبادة يا سيدي، هاي كلها عبادة، كلها عبادة. مثلا أنا أكو حكي بقلبي بس ما أريد أقوله، ما أحب أتدخل بهاي المواضيع يعني، وإن كان هي هم مهمة نطرحها على المنبر، لكن إحنا قاعد نشوفها في بعض الموارد، في بعض الموارد مو الكل. أكو مسارعة للشيطان في هاي المجالات، لأن مثل ما قلنا أكو عجلة إلى الله، أكو شنو؟ عجلة للشيطان. هنا أنا هم أكو عجلة للشيطان، وإلا يطو مدرسة يصبغها ويقول سويت. هاي مسارعة للشيطان لو مو للشيطان؟ للشيطان. برا يومين يخرب الأول والتالي، هاي للشيطان، مع أنه المدرسة ابنه يدرس بيها. يطو مستشفى يصبغها يقول كملتها، صحيح ولا؟ مع أنه المستشفى من يتمرض يودوه إلها، فالمفروض يكون مخلص في عمله حتى يسارع إلى الله، يخلي في عمل لله حصة. وإذا هو تلقاه يسارع للشيطان، يغش بالمستشفى اللي هو تعالجه، ويغش بالمدرسة اللي تربي أولاده، ويغش في هاي الموارد الحساسة الخطيرة، الخطيرة اللي على أساسها يبنى مجتمع أو يهدم مجتمع. تشوف غيرة وشرف وإنسانية ما عنده، هذا يسارع للشيطان. القرآن أشار له، نعم القرآن شخصه. وين الآن؟ سأبين، انتظروني. بسم الله الرحمن الرحيم، ويسارعون في الخيرات. شوف هاي الآية، دائما أنا هكذا أقول، أقول هاي الآية علاج لما عنده ذرية. هاي الآية علاج لما عنده ذرية، آية قرآنية عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إخواني وهبنا له يحيى يعني استجبنا له، من هو؟ زكريا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، زوجه يعني زوجته. ليش؟
أصلحت زوجته وأنطيته ولده وهو كبير وزوجته عاقر، ليش يا رب العالمين؟ يقول أنطيته ذرية لثلاث خصائل، خصائص العفو، لثلاث خصائص إذا وجدت في غيره هم يعطى الذرية، وإن كان هو كبير في السن وزوجته عاقر. أنا أكرمه بولد، شنو يا رب العالمين هاي الخصائص الثلاث؟ التفتوا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، ليش؟ والسبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولهذا رزقنا ولد. هاي الخصوصية الأولى كانت موجودة بزكريا وزوجته، زكريا وزوجته. الثانية يقول القرآن ويدعوننا رغبا ورهبا، بالشدة يدعونا وبالرخاء هم شنو؟ يدعونا. من عنده فلوس يدعونا، ومن ما عنده فلوس هم شنو؟ يدعونا. هاي الخصوصية الثانية. بعد وكانوا لنا خاشعين. هاي ثلاث خصائص. لقينا ثلاث خصائص بهم، أنطيناهم الولد. وشلون ولد؟ يحيى اللي لم نجعل له من قبل سميا، إنا نبشرك، استدعى بشارة الله، الله يبشر به. يسارعون في الخيرات موضوعنا. واحد. اثنين يدعوننا رغبا ورهبا. ثلاثة وكانوا لنا خاشعين. طبعا هنا هم أكو بحث، الخشوع شنو بالقرآن؟ هم أكو بحث إخواني، لقيت في القرآن أكو خشوع بصر خاشعة أبصارهم، أكو خشوع قلب في القرآن، أكو خشوع جوارح، أكو وخشعت الأصوات للرحمن. البصر يخشع، الصوت يخشع، القلب يخشع. الخشوع في القرآن له أقسام، وهذا بحث بحد ذاته له وقت آخر إن شاء الله تعالى. شوف أهمية هذه الأبحاث. طبعا هو هم القلب، بس الوقت لا ياخذني. هو القلب من يخشع الجوارح شنو تخشع؟ هذا الاصل، هذا هاي البلاء، هاي النفس نا البلاء. رسول الله بالصلاه شاف واحد يلعب لحيته، لعله سامعين القصه، يلعب لحيته، التفت لهم النبي قال لهم لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قلبه مو خاشع، ايده مو خاشعه. لو قلبه خاشع ايده شنو تكون؟ خاشعة إيده. جيد. حسنا، أنا بعد أكو حكي هواي هم من تركه إلى وقت آخر. بعد لقيت في القرآن أولئك يسارعون في الخيرات، ويسارعون في الخيرات آية أخرى وأولئك من الصالحين. لقيت في القرآن أكو مسارعة الإبليس، هاي اللي قلت القرآن شخصهم، انتظروا راح أقرأ آيته. تفتولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول للنبي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. أكو مسارع على الله، أكو مسارع للكفر، للكفر مسارع للكفر. أكو اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ثلاثة. شوفوا هاي الآية شو شخص، خي سمعون دول ما يخافون الله، القاع يخربون بلدهم بيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. في الإثم والعدوان. بعد يسارعون، يسارعون. بعد وأكلهم السحت، يتسارعون بأكل الحرام. هذا الآن إلى وجود بمجتمعنا يوم ما إلى، ها، واحد يعلم الثاني شلون يبوك، يتسابقون، أكو مسارعة بيناتهم على أكل السحت. القرآن شخصهم دول، من يوم نزل القرآن شخصهم. ولهذا أقلهم هاي فرصة، توبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله، خلوا مسارعتكم مو الإبليس، مسارعتكم لمن؟ لله الواحد القهار جل. خدموا الناس، عندكم أموال صارت طائلة، خدموا من خلالها الناس، طهروا أموالكم، غيروا أسلوبكم. دنيا أيام محدودة، القرآن يقول وأكلهم السحت. بعد آخر آية في هذا المجال، الله يا رب العالمين، ليش دول يسارعون إلى الكفر؟
ليش؟ يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ذولا مشكلتهم أكو مرض وين؟ بقلوبهم. هذا المرض بقلوبهم يخلي إيده تبوك، يخلي يقتل، يخلي إثمه عدوان، يخلي هذا مشكلة القلب مريض، النفس مريضة، كون يعالج. هذه المرحلة الأولى. والثانية إخواني، ما أدري إنتوا بالكم يمي وتعبتوا، هاي المرحلة الأولى والثانية. الأولى شنو قلنا؟ عجلة، عجلة. المرحلة الثانية شنو قلنا؟ مسارعة. زين احنا بيا مرحلة بالعبادة، مو انتهينا المعرفة عبادة، قلنا مراحل العبادة من بعد أقسام العبادة، لخصت البحيث؟ جاي يا كتاب الله، هاي المرحلة وكافي يعني نتسارع إلى الله؟ القرآن يقول لا، لقيت في القرآن أكو مو مسارعة إلى الله، أكو استباق إلى الله. أكو شنو؟ إخواني الاستباق أعلى درجة منين؟ من المسارعة. مسارعة اثنين عندنا نركض، لكن الاستباق واحد يريد، مو مسألة بس نركض وإنما نتسابق. القرآن يقول أصلا حتى المرحلة الثانية بعض الأحيان مو كافية، وإنما توجهوا للمرحلة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم: فاستبقوا الخيرات. وين هذا الحكي؟ هذا لو ياخذ مفعوله بارض الواقع شو نصير احنا؟ يبقى فقير يعني. توقع مريض اثنين يتسابقون عليه، تجار يودوا للهند مثلا او البلد اخر يسووا عمليه، يتسابقون عليه. القران ايش يقول؟ فاستبقوا الخيرات. مدرسه اربع تجار يتعاركون عليه، هذا يقول اني، ذاك يقول اني. توقع يعني. مستشفى، خدمة ناس، إلى آخره، رعاية أيتام، غير ذلك، تزويد شباب، غير ذلك. القرآن يقول فاستبقوا الخيرات، بعد مو مسارعة، استباق. زين زين، أكو عندي حكي بعد مهم هنا، أنا هم أريد أقول حكاية. إحنا قلنا بالمسارعة أكو الله، والعجلة أكو لله، وأكو عجلة لإبليس، وأكو مسارعة لإبليس. أكو استباق لإبليس؟ القرآن الكريم يقول نعم، أكو ناس يستبقون لمن؟ لإبليس. وين الآية؟ خلوني أقرأ لكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا يا أبانا، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. إهنا يستبقون إلى من؟ إلى إبليس. هذا استباق للجريمة، للتضليل، للتصفية. فمثل ما أكو استباق إلى الله، أكو استباق لمن؟ لإبليس، كما يقول القرآن الكريم: يتسابقون إلى إبليس. زين، هاي مرحلة ثالثة. آخر يا قرآن الكريم، بعد أكو مرحلة رابعة؟ يقول نعم، مرحلة الفرار إلى الله. الله أكبر. زين الفرار شنو؟ يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم: ففروا إلى الله. زين، هي الفرار فوق الاستباق؟ نعم. يعني لعله أنت مثلاً سرعتك 70%، أنا عندي طاقة 90%، أغلبك 80%، أستخدمها للتسعين لو أكتفي بالثمانين، ها؟ أكتفي بالثمانين وتبقى عندي طاقة 10% ضامة احتياط. لكن الفرار وخصمك عنيد وشرس وبس لزمك يقطع راسك، تخلي العشرة لو تستخدم كل قواك، ها؟ تستخدم كل قواك، كل ما عندك طاقة تستخدمها للفرار من خصمك. القرآن يقول ففروا إلى الله، استخدموا كل قواكم للمسير إلى الله جل وعلا. ما أدري حسب بعد هذا الحكي بعد، ما أعرف. الله يرحمنا وياكم وجاه محمد وآل محمد. أنا هسه بنظري إحنا لو نحصل عجلة هم كلش كافي، مو هيك؟ لو نبقى على العجلة هم زين، نعمة من الله. إذا نعجل إلى الله هم نعمة من الله. هسه بعد مسارعة واستباق وفرار وشوية مراحل مخيفة، هذه واقعا مخيفة، فرار إلى الله. ولهذا إمامكم زين العابدين هكذا يقول، يقول لي رب العالمين في أحد أدعية زبور آل محمد الصحيفة السجادية، يقول له ففررت منك إليك. هسه منك شنو ففررت؟ يعني فررت من سخطك إلى رضاك.
يقول له فريت فريت ففررت. الله أكبر. زين أكو بعد مرحلة؟ صار كم مرحلة؟ أربعة؟ عجلة؟ مسارعة؟ استباق؟ وفرار. أكو بعد مرحلة؟ القرآن الكريم يقول نعم أكو بعد مرحلة خامسة. شنو هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يقول القرآن الكريم. طبعا هاي المرحلة لمحمد وآل محمد، خلي أقولها من البداية. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي مرحلة هذه؟ تدرون المتقون على قسمين في القرآن، اتقوا الله ما استطعتم آية، واتقوا الله حق تقاته مرحلة أخرى. آية تشير إلى مرحلة متقدمة. وين اتقوا الله ما استطعتم؟ وين اتقوا الله حق تقاته؟ وهاتان الآيتان موجودتان في القرآن الكريم، ما استطعتم وحق تقاته. أصحاب هذه الآية إمام أئمة يعني، وأمام المتقين الذين اتقوا الله حق تقاته. بعد ذول تجاوزوا حتى مرحلة الفرار إلى الله، وصاروا أئمة وأمام المتقين. ولهذا لما تسلم على علي أمير المؤمنين تقول له السلام عليك يا إمام المتقين. ناظر إلى هذه الآية، واجعلنا للمتقين شنو؟ إماما، يا إمام المتقين. هذه بعد أي مرحلة هذه؟ ولهذا تفتون هنا أنا أكو نقطة بين شارحتين سريع بسرعة أقول حتى أكمل بحث العبادة، اللي يبقى عندنا اليقين والكمال نخليها الباشر، ما عندنا وقت. ولهذا إخوة الكرام أحبة الكرام، تشوفون أن القرآن الكريم لما يصل إلى هؤلاء العترة الطائرة هكذا يعبر، يقول السابقون السابقون. ليش السابقون السابقون؟ باعتبار صاروا أئمة المتقين وأمام المتقين الذين اتقوا الله حق تقاته. زين ذولا بعد يعني سبقوا غيرهم أو لا؟ ذولا سبقوا أهل العجلة، وذولا سبقوا أهل المسارعة، وذولا سبقوا أهل الاستباق، وذولا سبقوا أهل الفرار. فبالنتيجة هم أول الخلق يولى إلى الله في المقدمة، هم صحيح يولى. ولهذا السابقون السابقون أولئك ليش مقربون؟ واضح. أنا لما أكون أسبق الخلق إليك أكون أقرب منهم شنو؟ إليك. أنا لما أسبق الخلق إليك أكون أقرب منهم إليك. السابقون السابقون أولئك المقربون. ولهذا قال عن قرب الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. إخواني مقام رسول الله مو قاب قوسين، وإنما أدنى يعني من قاب قوسين. يعلق الإمام المهدي في دعاء الندب الشريف على أحسنتم على هذه الآية، يقول دنوا واقترابا من العلي الأعلى. طبعا هسه هنا ما اكو كلام، اي دنو؟ الدنو المعنوي مو المكاني، دنو عالم المجرد مو عالم الامكان، معنوي مو مكاني، الله مو جسم. واضح الكلام الان؟ طبعا. ومن هنا بعد تكتشفون بسرعه، بعد خلنا اختصر خلص. شوف هاي الآيات اللي جايبها الليلة. ومن هنا العبد إذا وصل إلى هذه المرحلة أو أدنى، العبد هكذا يكون، العبد يكون تجلي اسم الله الأعظم، مظهر اسم الله الأعظم. ولهذا القرآن الكريم هكذا يقول عن رسول الله والعترة الطاهرة، يا
يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله هو وجه الله، كل شيء هالك وهو وجه الله، وإلا الله ما عنده وجه. القرآن هكذا يقول، أصلا يقول يد النبي هي يد الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك، يبايعونك بشنو؟ بأيديه. إنما يبايعون الله، لأنه يدك صارت يد الله، فلما يبايعوك يبايعون من؟ شوفوا التفتوا التفتوا التفتوا. يقول القرآن إن الذين يبايعون كأنما يبايعون يبايعون الله. بعد القرآن الكريم يقول يصير كلام كلام الله، بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن ال كلام كلام الله. القرآن الكريم يقول فعل فعل الله، فعل 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 الله، بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن أنت من رميت الله رمى، رمي ربي الله، فعل فعل الله، يده يد الله، وجهه وجه الله، نطقه نطق الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعل فعل الله. هاي الإنسان لما يصل إلى هاي المراحل المتقدمة في درجات العبودية في الواقع هو العبد المطلق صلى الله عليه وآله. أنا هذا البحث مبينه على المنبر كثيرا ومبثوث على الفضائيات، بعد ما أرد أكرر أن القرآن لما يذكر الأنبياء بالعبودية يشرفهم بالعبودية يجيب أسماءهم إلا النبي ما يجيب اسمه، واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا موسى واذكر عبدنا فلان فلان فلان، لكن النبي ما يجيب اسمه من يقول عبده، ما يجيب اسمه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ما يقول محمدا كبقية الأنبياء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما يقول محمد كبقية الأنبياء. هو الذي أنزل على عبده الكتاب، ما يقول محمد عبده الكتاب كبقية الأنبياء. ليش؟ لأن القرآن إذا قال عبد وسكت فالعبد المطلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج يجيب اسمه، ما يحتاج يجيب اسمه، ما يحتاج يجيب. ولهذا أتبرك بآخر رواية أقولها وطالبين مني رثاء شوية الليلة أكثر من البارحة، ما يخالف ما يخالف. ولهذا قاعد قاتل سريع وأتقاتل ويا الوقت حتى خلي حصة للرثاء. ولهذا قال أئمة آل البيت، هاي الرواية مع الأسف أنا ما أسمعها تقال على المنابر وهي موجودة في أهم مصادرنا، لقيتها في لقيت هاي الرواية في خصال الشيخ الصدوق باب الاثني عشر، ولقيت هاي الرواية في شرح توحيد الصدوق للقمي كمصدر، باعتبار أنا أحب المنبر التوثيقي هكذا أعبر دائما، في مصدرين الخصال للشيخ الصدوق باب الاثني عشر وفي شرح توحيد الشيخ الصدوق كتاب التوحيد الشيخ الصدوق للقمي أيضا هاي الرواية موجودة. تقول الرواية خلق الله، شوف النبي وين وصل، هاي يصل إلى آخر درجات العبودية، خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن يخلق السماوات والعرش والكرسي واللوح والقلم وقبل أن يخلق الأنبياء بأربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف سنة، وخلق الله من نور محمد اثني عشر حجابا فحبس نوره، يعني نور النبي في حجاب القدرة 12 ألف سنة، ثم حبس نوره في حجاب العظمة 11 ألف سنة، ثم حبس نوره في حجاب المنة 10,000 سنة، ثم حبس نوره في حجاب الرحمة 9,000 سنة، ثم حجب نوره في حجاب السعادة 8,000 سنة، ثم في حجاب المنزلة 6,000 سنة، ثم في حجاب الهداية 5,000 سنة، وفي حجاب الرفع النبوة 4,000 سنة، وفي حجاب الرفعة 3,000 سنة، وفي حجاب الهيبة 2,000 سنة، وفي حجاب الشفاعة 1,000 سنة. بعدين الله جل وعلا عرف الملائكة وقال لهم تعلموا من محمد، شو الحكي هذا؟ شنو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شنو هاي السنين الدقيقة؟ شنو هاي الحجب الغريبة؟
حجاب عظمة ومنة ورحمة وسعادة وكرامة ومنزلة وهداية ونبوة ورفعة وهيبة وشفاعة. وفي كل حجاب من هذه الحجابات إذا جاز التعبير يكون الأمر تناقصي مو تصاعدي، من 12 ألف سنة 11 ألف سنة 10 آلاف يظهر حسب أهمية ذلك الحجاب. هي هاي الرواية تحتاج إلى بحث مفصل ومعرفة معانيها في الواقع، هذا اللي يصل إلى آخر درجات العبودية للحق تبارك وتعالى. وين يصل؟ صلى الله عليك يا أبا الزهراء. خلاص الحكي كافي، باشر نكمل اليقين والكمال ونختم بحثنا. بوركت أبا الزهراء، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله من علينا برسوله الحبيب، لقد من الله على المؤمنين، من الله يمن علينا بمحمد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي أهل البيت قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، كما يعبر القرآن الكريم. من الله من علينا بالنبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هاي الأمة عرفت قدرهم؟ ها؟ ما عرفت قدر. سلمان يدخل على بيت فاطمة يقول: شفت فاطمة قامت. طبعا لما يدخل سلمان عادي إخواني، الزهراء كامل حجابها وأمير المؤمنين موجود بالبيت، بالتفسير يولا، وسلمان منا أهل البيت والزهراء بكامل حجابها، كل إشكال ماكو يعني، والإمام علي موجود. يقول: دخلت إلى بيت الزهراء أسلم على سيدتي فاطمة، يقول: نظرت إلى عباءتها مخيطة من خوص نخل 12 خياط. قلت: الله، نساء اليهود بالمدينة، نساء اليهود ترفل بالذهب والفضة والديباج، وبنت محمد مخيطة عبايتها 12 مكان خوص نخل. بكيت، يقول: انكسر قلبي. التفتت لي فاطمة، يقول: درت بقلبي. قلت لي: سلمان، احنا الله خلى الآخرة لنا مو الدنيا، احنا مو من أهل الدنيا يا سلمان، ما نريد هاي الدنيا الدنية، خليها لأعدائنا، ما نريدها، لا خير فيها. هذه حبيبة المصطفى، طب عليها مرة بليلة زواجها، حتى نقوله ما أدري مطبقيه ما مطبقيه ما أعرف بعد، الله يرحمنا ويرحمكم. تدخل عليها امرأة بليلة زواجها تريد تهنيها، وعلي مشتري عباية للزهراء جديدة. الزهراء تشوف نسوان طبن عليها، واحدة من النسوان عبايتها تعبانة صايرة حمرة من الشمس وصخة. تأذت الزهراء، ليش هيجي؟ شالت عبايتها المشتري اللي هي أمير المؤمنين الجديدة أنطت هي. النسوان قال لها: سويتي فاطمة؟ سويتي فاطمة لو مطيتها واحدة من عبيك القديمة عباتك القديمة؟ قالت: لا، الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنطشي الزين مو المزين وتطيها. بالنتيجة هذه فاطمة صلى الله عليه، هذه هي الزهراء، هذه هي فاطمة، هذه هي حبيبة المصطفى، هاي اللي أبوها يجيها بيوم زواجها صباحا. تدرون هاي عادة الآن موجودة، لما يتزوجون الرجل والإمرأة ثاني يوم الصبح أهل المرأة، أم المرأة تجي، مو هكذا؟ أم المرأة تجي تجيب إفطار العروسين، الآن موجودة. خديجة ما كانت موجودة، ميتة، مفروض خديجة تجيب الإفطار، خديجة ما هي. زين، من يجيب إفطار فاطمة وعلي؟ إجا النبي صلى الله عليه وآله، ما لقى غيره، هو جايب قدح لبن، دق الباب طلع لأمير المؤمنين قال له: علي، خديجة ما موجودة تجيب لكم إفطاركم، أنا جبت. علي: اشرب نصه وخلي النص الثاني لأمي أبي حبيبتي أبي. علي شرب نصه، قال له: وين حبيبة أبي؟ قال له: يا رسول الله تستحي منك ما أدري تطلع. قال له: لا، قولها خد تجي، قولها خد تجي، أبوها يريدها. صاح لها الإمام، اجتي من قد ما مستحية عثرت بثوبها طاحت. الإمام علي يقول: رسول الله ركض، جلس يمها، وقعت، قعد يمها: فداكي أبوكي حبيبة أبيها، أروح لك فدوة، ما صار بيك شيء. لا يا أبتا، اشربي بنيتي هذا قدح اللبن النصف الثاني لك، أمك ما موجودة حتى تجيب لي. المهم إخوتي أحبتي أعزتي،
أحد الخطباء القدماء سمعته يقول رسول الله يبكي لعثره فما حاله لو رأى سطره. رسول الله يبكي لعثره ما حاله لو رأى عصره. عصره ما أدري، قريت في كتب التاريخ أم أيمن لما طلعن النسوان من بيت الزهراء اللي جابنها زفنها البيت الإمام علي وطلعن، وقت أم أيمن بالدار رسول الله راد آخر واحد طلع، قالها أم أيمن شو تباقية؟ قالت له يا رسول الله أمها ما موجودة فاطمة، والإمرأة تحتاج أن إمرأة تكون وياها بالبيت، فأنا حبيت أبقى يمها حتى ما تذكر أمها وتبكي وتقول ما عندي واحدة توقف وياي. والله يا إخوان الرواية تقول بكى رسول الله، قالها أم أيمن الله يبارك بيك، تحبين فاطمة الله يبارك بيك، يا عفية أم أيمن عفية، هاي حبيبة المصطفى فاطمة، بعد أرد هيئ قلبك بعد 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 أردت. اليهود قالوا للنبي نريد فاطمة تجيب عرسنا حتى يستهزئون بها باعتبار ذهب عندهم وفضة عندهم والزهراء كل شيء ما عندها، فتجيب ملابس قديمة يضحكون عليها. رسول الله قالهم علي زوجها إذا قبل خد تجيكم، علي قبل، قالهم النبي ما دام قبل أنا قبلت. نزل جبرائيل على رسول الله وهو يقول يا رسول الله هاي بدلة من الجنة لفاطمة، قال ولم يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله ذول اليهود يردون يستهزئون بفاطمة، إنا كفيناك المستهزئين يا رسول الله، الله ما يقبل واحد يستهزئ بفاطمة، فاطمة حبيبة الله يا رسول الله. قل لفاطمة فلتلبس هذا الثوب، لبسته فاطمة ثم ذهبت إلى عرس، فسجدن نساءهم بين أقدامها لجمالها وجلالها، وإذا بهاي العزيزة المدللة بزغى بشخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا، بويا علينا اجانا الصغاك وشياطينا وياهم حطبهم شايلينا. انتو رايدين رثاء، انتو قايلين للشيخ يطول الرثاء، الشيخ اذا ماكو دمعة اقطع الرثاء، اريد هالتفاعل هذا. ايه يا زهراء، والله ابويا اجاني الصغاك وشياطين وياهم حطبهم شايلين، انا ليه طلعت ولها وحزينة. اسمع هذا الشطر، انا ليه طلعت ولها وحزينة، قلت ليش عندك جايلي، انا ايش عندك جايلي، ولك ايش عندك جاي لي انا، وكل يوم كل يوم كل يوم قلبي مروعين. الله يروح قلوبهم يا زهراء، كل يوم قلبي ملوعين، من شافني المشرج بدين ردني وسطر خدي بيمينه يا ابويا. والله يما ردني 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 وسطر خدي بيمينا بيمينا انشلت يمينا يا زهراء. والله يا زهراء يا زهراء يا زهراء، بعد يوم الباب يجي أمير المؤمنين لدار الزهراء، يشوف زينب قبال الباب تبكي تقول له يا ابويا الباب بدله، تقول له يا ابويا الباب الباب بدله، هذا الباب سوالي لو عبويا، تقول له يا ابويا الباب بدله، انا ما عندي قلب يا ابويا صدله، اي والله انا ما عندي قلب ما عندي قلب يا ابويا يا ابويا صدله. بعد ارد اروح الكربله، بس شلون اروح؟ اذا كان الزكية تلوذ بالباب، والله بالباب زين بلادت بدخان الاطناب،
وإذا كان الزكية تصيح يا يا بيا يا بيا يا بيا يا بزينب من تصيح بصوت تنصاب. إيش وقت تنصاب؟ تنصاب لما أخذوها من كربلاء ومروا بها على أجساد القتلى. والله مروا بها على أجساد القتلى وتحير الحادي بأمر النساء، فكل واحدة صاحت يا حادي مر بي على ولدي على قتيلي. صدق الريد دمع الليلة يا أبا عبد الله. أول مرة صاحت ليلى يا جمال الأبيات المعروفة يا جمال بالله عليك تاجي لابني علي حلو المحاجي. يا بوديني أريد أشبع بواجي شاع اسمك يا يمه وشلت بيك الراس. تقول له تقول له يا بقد ما سولفت يا الولد بيك الناس، اش محلاتك يا يمه بالدرع والطاس من تمشي ويا ابوك وعمك العباس. عشت بين الظنون وبين قطع الياس وقلب الوالده تدري ايش كثر حساس. يا وليدي مشى الضعن خطوات، مشى الضعن خطوات، واذا بصوت رمله صاحت يا جمال بالله عليك واني انا كل مردحاك جاسم ابني. مغرباه المدلله تعبني انا ردت علي بيت ابني. اخذها قام تبكي يمه تقول له لظل نعاك عدله ولا ميته ولا ميته وجرح قلبي يا جاسم ولا ميته. يمه ولي ميته جهاز العرس يا ابني ولي ميته. يمه جهاز العرس يا ابني ولي ميته وعزمت حبايبك من كل ثنية يا وليدي. مشى الضعن خطوات قال النسوان تأخرنا بعد ما أوقف خلاص الوقت راح. وإذا بصوت امرأة ثالثة مخنوقة صاحت يا جمال يا جمال. منو هاي يا با يا جمال يا جمال لابني اردى وادعى اردى وادعى. منو هاي الاكبر؟ رحنا قاسم رحنا بعد ماكو شاب. منو منو انتي يا جمال لبني يرد وادعى يا يا وانا اردش من احرى يا ورضعى. والله ورضعى مغب نبسي ويد حشاير. هسه قول اخذها قول اخذها قول اخذها لابنها. قال نسوان خلص اتفقنا بعد كل وحدة راحت لحبيبها راحت لعزيزها خلص بعد. الآن خلونا نروح للكوفة ببرانة درب طويل. مشى الضعان خطوات مسافة مشى. وإذا بصوت أكثر النساء لوعة وحرقة يا حاد الضعان عبايز مرقي. يا حاد الضعن عبايز مر بي انا مالي قلب امشي واخليه. والله واخليه واخليه اخي وجفيلي وعتبي علي. تقول له انا معلومه يا اخويا اجيتك معلومه يا اخويا اجيتك. ترى ذن الأبيات يأذن ما أعرف قاعد تلمسوهني ولا. تقول له معلومة معلومة يا أخويا إجيتك والله إجيتك وعلى الشريعة دورتك.
خويا دوريتك لا يمنى لا يسر لقيتك. لا شوف هذا الشطر. خويا لا يمنى لا يسر لقيتك يا ضيعتني وضيعتك. يا جماعة شنو من حكي هذا؟ والله يا ضيعتني يا ضيعتني وضيعتك. انا لا تظن يا اخويا نسيتك نسيتك. شلون تذكرتي؟ يا سمعوا سمعوا. انا لا تظن يا اخويا نسيتك انا بكل صوت ضربوني نخيتك. والله انا بكل صوت ضربوني نخيتك. اخر دقائق طالبين مني مالي غيرك مالي غيرك بالحاح. اليوم طلبوها بالحاح. مالي غيرك مالي غيرك. خلنا نقرا مالي غيرك. ماكو مالي بس شنو سامعيها مني كلكم. الكل يجاوبني مالي غيرك. هاي زينب ودعت العباس بدور السيد الشهداء. مالي غيرك يا حبيب ام الزكية. مالي غيرك يا الجنيد خيمة عليا. مالي غيرك يا دميع عيني الجري. مالي غيرك يا غريب الغاضرية. أبو علي. مالي غيرك يا طريح على الوطية. مالي غيرك خويا راح امشي سيبي. هذا طور طور الثاني اللي قريناه بالقرنة. تابعتوه ولا؟ ليش جيتي خويا يا روح الزكية. ليش جيتي ودمعة عيوني الجرية. ليش جيتي عيدوا يا خويا يا روح الزكية. ليش جيتي ودمعة عيوني الجرية. زينة. ليش جيتي وطولك تشوف أمية. ليش جيتي وين خليتي رقية. ليش جيتي وين خليتي رقي. تقول لأخويا يا على الغبرة لقيتك. تقول لأخويا وحدي ما تقبل حميتك. تقول لأخويا ضربة والطفلة ونخاتك. تقول لأخويا والعدة فرهدة وبيتك. بعد تقول لأخويا ضاقت الدنيا وجيتك. تقول لأخويا ضاقت الدنيا و... إلهي وسيدي ومولاي أسألك وأدعوك وأقسم عليك بمحمد وآله. يا الله صل على محمد وآل محمد. عجل فرج مولانا. يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا. يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد، يسر أمورنا يا الله. إخواني لا سيما المرضى، وقائم الصين على مرضنا. إلهي بمحمد وآل محمد، يا من اسمه دواء وذكره شفاء.